يقول المطور كل ما دق في بالي لزوم شد احتزم من سقف بديه الى حد كفره اشتغاله لا اشتغل كان هي ينبيل العموم وكل جزوم فيه ياخذ مكانه واحذره الله اقطم اللي قام قومت عقيد الراس قوم كل يوم والنشامات سولب بخبره ولون بديه لون وضح نصوب من الغيوم في نحر قوم من شعل بدو برقه وامطره يطرب الصاحين ويصحي اللي فيه نوم لا استلم وضع المهمه ببطنه وظهره وقوس مباره وحطم صعيبات الرقوم وابتدى يطغى على الجو لارتم بنحره فيه الطيش اللي من الختم ما هو بمحروم جامع شيخه ونصبه وزومه ونعره وفيه من طلت سهيلا على باقي النجوم في ظلام الليل والجو ما فيه غبره كيف راس اللي علومه من الدنيا علوم يتقه واحد صوته وتبديل المره اتعهد طارته كل ليل وكل يوم ما شريته يقضي الوقت في ظل الشجره خاد من عمره بعمره وراعيهم خدوم كم وطخط مزفله ورمله وحجره مرت النادوس بنصه وانا كبدي وسوم وامره من ضيقة البال الله ومره وتبتعد من ضايق الصدر غلقات الهموم لي وطخد دماث الربيع وحدره ومرت النادوس بنصه مقلط ومعزوم والمعزب صوب ضيفه بقلبه وانظره ومرت النادوس بنصه وانا والشعر كوم وهاد سعانه لشد القصيد وندره غايته فردية غفل ما فيها وسوم ما وسمها قبل وسمي ولد رجل ومره وهونا والمال في لازم الربع القروم ما قصر من لازم الربع ما فيه ثمره ذي علوم الجيب اهل العوايد والسلوم مثل ما هي في الحقيقه ولا زدت اشعره والعمر بنك الايام واليوم مخصوم والغشيم اللي قضى العمر كله وهدره هاقين في الوقت والوقت من دون اليمون راحت ايامه ثلاثه وخمسه وعشره والحياه تبين الطيبين من الرخوم والوفا والطيب في وجه راعيه سفره والرخاء والعافيه والوناسه ما تدوم والحضيض اللي حمد وجه ربي وشكره سلامتك اللهم لك الحمد لك الشكر بيض الله وجهك وصح لساني وانا والله اشوفه ويمكن يوافقوني الشباب ان قصيده واحده ما تكفي نبيلنا بعد واحده ثانيه انت لونك جديد وجميل وممتع ما ودك انك تخلص القصيده صراحه انتم بتخلوني حد لنا اجيب الغزل هم بيلزموني المطوعة من قريب لا لا ما عليك على الوطنيه وعلى لا ودنا وحده بغزلي اي الغزل زين ويوسع الصدر ما عليه اذا في وحده من حول الجدران اي الله اسلم اذا كان قبل ابو دين اذا كان قبل الغزليه ودنا في الهاشتاج اعطونا وش الوصف هذا وش هو عليه وش السياره اللي قاعدين يوصفها الشيخ ايه علموناها في الهاشتاج حق اليوم توقع وجل توقع ونسال ابو بدر وشوف يصد ولا لا ايه وش السياره اللي وصفها ابو بدر ايه اسلم ابو بدر يقول يا طويل العمر بنعطيك بيتين نخرى ما هي بالغزلي ما يخالف اي والله ان الحكمة منك طيب يقول عزره العزيز وديني مشيت اليوم اريح لي مراحي دام ماني مرتاحي شهد خليتوني يلها ليل لدت عيون القوم وانا عندهم راعي سوالف ومزاحي اجاري وجامل واستحي والعلوم علوم وانا خاطري يدري بهالخاطر الصاحي مالي في البصل ولاني ابغى البصل والثوم الله وجودي على بستان خوخي وتفاحي ايوه اشتت همومي في خرز سبح منظوم وانا صدر يضيق من حلق خيط مسباحي لو اني ما طيرت المطور وطار النوم وضرب خط نجد بين مسره ومسراحي كان الحقت نفسي من بنود الملامه لوم وانا مرهي من فضل ربي وسباحي ترى اللي حاكي واحد خاطره مهموم ضميره يناحي عاصف ماله مناحي مثل اللي يسوم بضاعة ما هي بالسوم ينشد كم علىها كل ما جاء وما راحي راعي هاي يدور للصبر والصبر معدوم فلت زور صدره لين باقي الصبر باحي عنزها لما ضاقت على الواحد القيوم يفرجها عليك وضيقة الصدر تنزاحي سلامتك وانت سالم صح لسانك بيض الله وجهك ابو بدر انا اشوف يعني انك خليط بين سعد بن جدلان وعبد الله بن شايق الله يجعله في جنات النعيم وحزمي السبيعي انساني ما خطيت باسمه انت تعرفه حزمي السبيعي خليط بينهم بجزالتك وعلومك الطيبه وانتم كلكم جزلين وقامات وانت ما شاء الله بهالقصيد قامه من قامات الشعر. الله عمرك ويحييك. أيوة. انا لي الشرف انك شبهتني على اعلام من اعلام الشعر. وكلكم كفو. بالجزيره
ولا عليك زود، وانا والله اني سعيد بتواجدي بينكم. الله يسعدك. وشيء مما عندكم لا في الدين ولا في المرجله ولا في السوالف ولا في القصايد. الدوسري ما شاء الله تبارك الرحمن ما قصر، جاء معايا طويل العمر دين وشعر ويجيب ذي الابيات اللي ما شاء الله منتقاه. وانا قابلته مره عند المهيدب عز الله اتحفنا ونسنا ذاك الليل، مع الرغم انه يجي من واد الدواسر عجل، وانا يمكنني اعجل منه وابعد منه وراه في نجره، لكن يا طويل العمر ان القلوب كلها قريبه من بعض. صحيح. والربع ضال اللي قد قابلناهم في الحلقات الاوله. انا والله كسرت مقابلتك اليوم يا ابو بدر. أيوة. السكران ما يحتاج، انا قالوا احمد السكران قلت خلاص. الله يطول العمر. السكران ما جود، السكران الحواتن غانمه وعائلة طيبه. لنا الشرف عليكم. شعر وبيت مرجله وبيت طيب يعني. الله يطول عمرك، لكن عاد ابيك توعدنا هالحين.